السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده نشوف ميزة حلوة في بروجكت 2021 الا وهو انيبل فلتر. ايه هو الفلتر؟ الفلتر ان انا بدي خاصية لون شكل لعناصر معينة. على سبيل المثال لو انا عايز الون الحيطة ديت وباقي الحوائط تفضل زي ما هي، تمام؟ فلو انا قلت في في ودخلت هنا هتلاقي الول كله مرة واحدة، مفيش وول متقسمة، تمام؟ يعني لما انا الون هنا هيأثر على كل الحوائط مرة واحدة. هنا ده الجزء ده الخاص بالقط، ممكن تيجي هنا تغير الباترن وتغير الكلر، تمام؟ دي كل الول، تمام؟ ممكن تديله باترن معين. تمام، ده بيأثر على الحوائط كلها. طيب لو انا عايز نوع معين من الحوائط او نوع معين من البواب او نوع معين من الشبابيك، طيب اعمل ايه؟ خلينا مثلا نعمل سيلكت على الحته ديت واخد منها كوبي واغير نوعها لمثلا للنوع مثلا دوت، تمام؟ اه طيب لو انا عملت سيلكت على ديت، خلي بالك هو خد نفس اللون، تمام؟ هاجي هنا اديت تايب، انا مش هعمل حاجه، مجرد بس ان انا عايز اخد الاسم بالظبط. وهندخل في دي، هدخل هنا على فلتر واقول له اد واقول له انا عايز اضيف فلتر جديد نيو، وراح كاتب اسمها، وهاجي هنا اختار الول لان عايز دي تاثر على الول بس، تمام؟ واقول له الول اللي التايب نيم بتاعها بيساوي الاسم دوت، يبقى هو اللون او الشكل اللي انا عامله هيأثر بس على حوار الاسم دوت. تقدر تقول له ايكوال او دوت نوت ايكوال او جريد زان او كونتين زي ما انت عايز. هقول له اوكي، وبعد كده اختار الحيطه من هنا واقول له اوكي. نزلت عندي هنا الجديد في 2021 انيبل فلتر. كان زمان مثلا لما انا اعمل فلتر للون معين واجي اغير لازم تغير دوت او عايز تلغيها وتجيبها تاني، لا انيبل فلتر دي بقت سهله. خلينا مثلا نديله فلتر معين وليكن مثلا هقول له خلي اللون احمر، تمام؟ وهاتش بالشكل دوت اوكي، واللاين خليه مثلا اخضر، تمام؟ الله، هيأثر على الحته دي بس مش هيأثر على بيت حواليك، الحته دي بس. طيب كان زمان بقى لازم اجي هنا والغيها او اجي ده واروح دايس ريموف، تمام؟ لا دلوقتي ممكن تقول له انيبل فلتر يبقى الفلتر كانه مش موجود، تقدر تتحكم فيه وتخفيه او تزيله، تخليه فعال معاك او مش فعال. طب الفيزابيلتي دي معناها ايه؟ الفيزابيلتي اهوت، يبقى انت مش هتشوف العنصر نفسه، العنصر نفسه هيختفي، مش اللون اللي انت مديهوله، لا العنصر نفسه كله هيختفي. اوكي،